السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حال الجميع؟ إن شاء الله بخير. اليوم إن شاء الله راح أشرح طريقة تنصيب برنامج هامل تبع الأصوات اللي بيشتغل في دوتا وب سي اس جو. بالنسبة لبرنامج هامل، بعد ما حملته حاولت أمسحه عشان أشرح انه كيف تحمله هيك، ولكن ما زبط من الجهاز هذا، فحاشرح لكم من جهاز تاني. تمام، هاي البرنامج تضغط عليه عادي بتفتحه. طبعا بعد ما تحمل البرنامج، هو طبعا سايلنت انستول، يعني بيعمل انستول بدون ما تضغط شيء. انت بتضغط عليه ضغطين البرنامج، بتستنى 3-4 دقائق لحاله بيعمل كل شيء البرنامج. بعد ما يخلص تحميل حيفتح لك هالصفحة لحالها، من نفسها حتفتح. تمام، نحط دوس نيكست. في بعض الأجهزة حيقول لك حتعرف هذا الشيء اسمه في بي كيبل. في بعض الأجهزة، أو مش بعضها بصراحة، أغلبها حيقول لك انستول. تمام، يطلع لك هاي الصفحة، لازم تعمله انستول. هذا تعريف افتراضي عشان البرنامج يقدر يوصل الصوت للعبة. انت هم تختار شو هو جهازك اللي فيه مايك. طبعا هذا لابتوب اللي انا عم بشرحه منه، فمن مايك اللابتوب. بحط ريدي وكل شيء فينش. طبعا انت بتختار تعمل بالفيسبوك او تعمل لك حساب على راحتك. تمام، انا هحول على حسابي بالشرح. هذا حسابي انا. انا طبعا استخدمت الفيسبوك، ما اضطريت نعمل حساب ولا شيء. طريقة البرنامج جدا سهلة. عندك هاي الصفحة مثل ما انت شايف. حفتح دوتا عشان اشرح لكم من جوا كمان. طبعا بيقول لك use Dota 2 voice chat setting، يعني انت الديفولت في دوتا تبع البوش تو توك انك تتكلم جوا اللعبة الفي، فما تغيره. طبعا هي رسالة هامل كونكتد، يعني برنامج هامل اتصل باللعبة. لو ضغط الاختصار بيطلع لي الفويس شات ويلز كله. تمام، عندك هاي لانش هامل اون ستارت اب، يعني لما يشتغل كمبيوترك يشتغل البرنامج اذا بدك. هاي بيوريك، يقول لك تشوف الماوس لما تضغط على الويل. طبعا هي حتطلع بس مو دائما، فما بنصحك تحطها، خليها مشي. ولا هاي ما بنصحك فيها، ولا هاي حاجات يعني ما مو مفيدة. انت اهم شي عندك الصوت. تمام، هذا مايكك انت. كيليمانجارو، هذا تيست من نفس البرنامج. انت اهم شي عندك هذا الخيار. تمام، انا عندي النمباد اللي هو الرقم 9 اللي بالارقام اليمين بالكيبورد. اذا ضغطته بالكيبورد تطلع لي الصفحة. تمام، هاي بالنسبة للسيتنج. هاي جوا اللعبة، انا شوفي عندي سيتنج جوا اللعبة تاع الفويس تيم في، لازم تكون نفسها في. احيانا كانت تعمل لي مشاكل لما اغير الفي هنا وهنا، فانت حاول تزبط. اذا ما زبطت في غير الفي خليها في. تمام، خليها زي ما هي في. اكتيفيتي، هاي الاصوات مثلا اللي ناس بتنزلها ومن هالكلام. اذا بدك تشوف في عندك براوز، هاي البوبيولار ميمز، هاي قنوات الناس اللي عندها اصوات. طبعا الواحد على راحته، اللي بده يشوف حدا من هدول او بس تكتب اسم الميم فوق او تشوف البوبيولار ميمز الكلاسيك. طبعا في منهم حط عليهم قلب، اللي مثلا انا بستخدمهم من هون، انا ماخذهم. ماي ساوندز هي الاشياء اللي انا ضغط عليها علامة الهارت. طبعا انت هون كيف تعمل عندك اللايبرري، كيف تكون عندك اصوات جاهزة، تضغط قلب على اي واحد مثلا منهم. يعني هذا الصوت مثلا بدك تسيبه، تكوس عليه هون، بتطلع علامة لودينج، بيصير شكله زي هيك. تروح على ماي ساوندز بتلاقيه هون. تمام، هون اللايبرري تاعك انت ماي ساوندز. هون الشات ويل او الساوند ويل، يعني عندك هاي يو سيريوس، فيني احطها مثلا اي شيء تاني، بكبس عليه بالماوس وبيتغير.
عندك هاي نفس الشيء، هاي تحت حتكون آخر شيء هون، أنا أضغط مثلا على هاي بتصير الثانية، برجع بضغط على هاي نفس الشيء. طبعا استخدامها جدا سهل، ما بدها شيء طالما أنت حاطط وينها، طالما أنت حاطط زر فخلص بيعتمد على الزر، بضغط الزر بحرك مثلا لفوق أو مثلا لأي واحد فيهم بيطلع الصوت طبيعي. ندخل الجيم عشان اوريكم شيء على السريع. طيب انا شو عندي؟ بوش تو توك بالفي، شايفينه بوش تو توك. طيب انا بدي استخدم برنامج طبعا البرنامج من نفسه بيضغط الفي وبيطلع الصوت، ولما يخلص الصوت بيسكر الفي. تمام، بس لا تضغط الفي والبرنامج شغال، بيصير هالشي. شوف اذا انت ضغط الفي، اذا انت ما انت ضغط الفي الان، ضغط الفي والبرنامج شغال يطفيها، بس انت بتسمع الصوت لحالك، الناس بيسمعوا بس شوي من الصوت. فحاول ما تستخدمها الا اذا انت ما بدك تتكلم، اذا خلص الصوت اتكلم بعدها، عرفت علي؟ طيب شي ثالث واخير، لا تستخدم اصوات كتير طويلة، الاصوات كتير طويلة بتزعج الناس وممكن يعملوا لك ميوت، فاستخدم اصوات قصيرة، عرفت؟ لان اغلب هاي الاصوات قصيرة، اذا كان كتير طويل الواحد يعمل لك ميوت في الاخر. طبعا هذا يعتبر شوي طويل، فانت حاول ما يكون بهالطول. تمام، وبس ان شاء الله يكون الشرح واضح، ونشوفكم على خير. السلام عليكم.